فمن رزقه الله الصحة فليغتنم صحته قبل مرضه، وغناه قبل فقره، وحياته قبل موته. كان الإمام عبد الله بن مبارك يحج على نفقته في كل عام عشرات ممن لم يحج، وكذلك كان مسلم بن يسار رحمه الله يحجج معه رجالا من إخوانه. ويشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون لها محرم، فلا يحل لها السفر بغير محرم، وكثير من النساء والخادمات يتحمسن لهذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، رواه مسلم. والمحرم من تحرم عليه على التأبيد، فزوج الأخت ليس بمحرم. وهذا التأبيد قد يكون بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ويشترط في المحرم أن يكون عاقلاً بالغاً، والمقصود منه صيانة المرأة. وخصوصاً الآن تتعرض المرأة في الزحام، في زحام الحج، إلى من لا يخافون الله، وتحتاج إلى رعاية وحفظ وصيانة، وقد تضيع ولا تهتدي للطريق، وليس الذكر كالأنثى. ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته التي لم تقضي فرضها من الحج إذا استطاعت وكان عندها محرم. ومن الإحسان إلى الزوجة أن يحج بها. وكذلك فإذا تبرع لها بالنفقة فهو مأجور، وإلا فإن نفقة الحج ونفقة المحرم عليها أصلا. وكذلك فإنه يعان الحاج، فقد لا يكون عنده كامل النفقة، فيأتي دور المحسنين بتكميل النفقة، شيء منه وشيء من غيره مثلا. والمرأة أيضا تعين أختها بحفظ أولادها وهي ذاهبة. عباد الله، ستأتينا عشر عظيمة، عشر فاضلة ينبغي الاستعداد لها بالأعمال الصالحة، وأن لا يكون هم الناس فقط الرحلات والذهاب يمينا وشمالا، وإنما يحرصون في الحل والترحال، في البر والبحر، في السفر والحضر، على الاستثمار، استثمار العشر الأوائل من ذي الحجة. ونحن في ذي القعدة، وهو شهر حرام من أشهر الحج، شهر عظيم أيضا، وما بقي منه خير عظيم. وستأتي عبادة كبيرة وهي الأضحية، التي يتقرب بها أهل البلدان إلى الله، إنهار الدم لله توحيد. ولذلك لا يجزي التصدق بثمن الأضحية، ولا يقوم مقام الأضحية. إنهار الدم توحيداً لله، ذكراً لاسمه عند الذبح، هذه عبادة عظيمة فريدة. وكان المشركون ينحرون لأصنامهم، فنحن نذبح توحيداً لله تعالى، نذبح على اسمه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقضية اللحوم هذه قضية كبيرة في الشريعة، لها أحكام متعددة، وينبغي أن يكون بين المسلمين مواساة. فكما أن على أصحاب الحملات في الحج الوفاء بالعقود، فإن الإخلال بعقود حملات الحج كثير مع الأسف، بسبب الطمع في الدنيا من جهة، وبسبب القصور من جهة أخرى، وقد يكون مرغماً على شيء لم يقصده من الخلل، ولكن العتب فيما يستطيع إصلاحه ولا يصلحه، أو الاستعداد له ولا يستعد. وهذه أمانة في الرقاب. وكذلك تجار المواشي، كما يقال في تجار الحملات، لأننا قادمون على العبادتين العظيمتين، الأضحية والحج. ونحن في هذا نتذكر إخوانا لنا خلف أسوار الحصار، يتعذبون بقلة الطعام وتوقف المخابز وانتهاء الغاز مع قدوم الشتاء، وكذلك انقطاع الكهرباء، توقف آلات وإمدادات وحتى مستودعات المعونات. وهؤلاء اليهود يحاصرون ويعيثون في الأرض فساداً، ومن والاهم يعينهم في ذلك،
ويدنسون مساجد المسلمين ومقابر المسلمين. تسلط المستوطنون على مساجد ومقابر المسلمين، يرسمون على القبر النجمة السداسية، على مقابر المسلمين يلقون فيها النفايات ويلطخونها ويقذرونها، إهانة وحرب نفسية، وإلا فالناس الذين فيها ماتوا، لكن لا حرمة عندهم للأحياء ولا للأموات. وعندما نسمع عن نفاذ مخزون الوقود وهؤلاء الرجال الذين يبيتون على ضوء الشموع، والمرضى الذين لا دواء لهم، والطلاب الذين لا حافلات توصلهم إلى المدارس لأن الوقود قد نفد، والتعرض لآلام البرد والتشرد في العراء، وما نقوم منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. فينبغي على المسلمين إغاثة إخوانهم والدعاء لهم، وأن يكون من الأخوة الإسلامية ما يجبر الكسرة ويفرج الله به الكربة، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومهما حصل من أنواع الإهانات من الأعداء اليوم كما فعل هؤلاء اليهود في المساجد، فقد كتبوا الشتائم والسباب لنبينا عليه الصلاة والسلام بالأمس في أحد المساجد. فإننا كما قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل سيذلهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أهزم هؤلاء اليهود وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كربهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم، واستر عيوبهم، واقض ديونهم، وارفع البأس عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. اللهم آوي طريدهم، وأطعم جائعهم، واحمل حافيهم، وانصر مجاهدهم. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وأقل عثرتهم، وتولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل فرجنا وفرج المسلمين، واغفر لنا أجمعين، اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اجعل من ذرياتنا وزوجاتنا قرة أعين لنا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد يا رب العباد. اللهم تولى أمورنا واقض ديوننا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.